مرحبا يا جماعة وأهلا وسهلا فيكم. اليوم إحنا في موسكو بدي أعرفكم على الأخوات السبعة، الأخوات الجميلات السبعة. لا 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 فهمتوني غلط. هعرفكم على هذول المباني اللي وراي. هذا المبنى أحد الجميلات السبعة والأخوات السبعة اللي في موسكو. طبعا هاي المباني لها قصة، بناها ستالين على شكل مختلف من العمارة الروسية، حاول يتحدى فيها الأمريكان خلال هاي الفترة. وطبعا هم كان بدي يبني 8 منهم وبنوا بس 7 للأسف، تنتين منهم فنادق وواحدة وزارة الخارجية الروسية وواحدة اللي هي الجامعة، جامعة موسكو، وثلاثة منهم مباني سكنية. هذا أحد المباني السكنية، حط لكم صور لباقي الأماكن. طبعا يعني هدول يعتبروا من أهم الأماكن اللي موجودة في تاريخ موسكو، وبحددوا كتير من الحقبة اللي كان فيها ستالين رئيس للاتحاد السوفيتي والتحدي للاتحاد السوفيتي للولايات المتحدة الأمريكية في هذاك الوقت. طبعا يعني منظرهم جميل، بتشابهوا بكتير من الفن المعماري تبعهم، ولكن لهم رونق لكل واحدة تختلف عن الثانية. حط لكم اياهم في الفيديو هذا عشان تشوفوهم، حط لكم صور لهم، انا اخذت صور بعض الصور لهم، ولكن حبيت اشرح لكم عنهم. اذا بتيجوا على موسكو بتحاولوا تزوروهم بكون رائع جدا. طبعا في ناس بسموهم الناطحات السبع او الاخوات السبع او الجميلات السبع أو شاهقات ستالين، لأنه هو ستالين اللي أمر في نهاية الأربعينيات ببنائهم. طبعا أظهروا الروح السوفيتية بعد الحرب، وأهم مبنى فيهم أو أحسن مبنى أو أكبر مبنى هو مبنى وزارة الخارجية الروسية، وهو الأكثر أو الأكثر ارتفاعا اللي هو مبنى جامعة موسكو 250 متر، في فندق أوكرانيا وفندق لينغرادسكايا، هم الفنادق الأحدث منهم. طبعا حجر الأساس وضع في 7 سبتمبر سنة 1946 الساعة 1 ظهرا، بنفس الوقت في السبع أبنية. البناية الثامنه ما قدر يسويها ستالين، ما حد عارف شو السبب، هل في كان تغيير في الخطة ولا لا، وبنيت حديثا الآن في أوائل أو أطراف موسكو. المبنى نفسه شايفين يا جماعة، هذا المدخل الرئيسي تبعه. طبعا هذول الأشخاص اللي سكنوا في هذا المكان، معظم هذه الناس اللي كانوا يسكنوا هون كانوا يعتبروا من قيادات الحزب أو الناس اللي مهمين جدا للدولة، العلماء والمثقفين. هذا اسم المبنى، هذا أحد العلماء، هو جراح عاش في هذا المبنى، وهذا برضه ريكتر كان مدير جامعة عاش في هذا المبنى. هذا جوا المبنى. هاي وزارة الخارجية الروسية، هاي من أحد العمارات السبعة الجميلات السبعة بسميهم. طلعوا المبنى ما أحلى. طبعا وراي الآن أحد الأخوات السبعة اللي هي مبنى وزارة الخارجية الروسية. هذا المبنى كان مبنى وزارة خارجية الاتحاد السوفيتي، والآن مبنى وزارة الفيدرالية الروسية. طبعا مبنى شاهق وعميق وكبير وضخم جدا، وحتى لفوق لسه حاطين الشعار تبع الاتحاد السوفيتي، لأن المبنى نفسه ما تغير. شوفوا خلوا شوية من الشغلات اللي كانوا عاملينها، طبعا غيروا عشان المحل. هرجيكم هون بس عشان الناس خافوا كتير من التصوير. شايفين
فين الأقواس هاي؟ يعني. هذا الأقواس الحلوة. وصلت فينا تصوير. تحت نفس المبنى هذا أورجيكم إياه، طلعوا جمال البناء رهيب جدا. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.